الكيسة الزلالية في المصم أو اليد. الكيسة الزلالية عبارة عن كتلة مملوءة بسائل تحت الجلد، غالبا ما توجد فوق مفصل أو في وتر في اليد أو المعصم. تظهر الكيسة الزلالية عندما يكون هناك تمزق صغير أو فتق في غلاف الغشاء الرقيق الذي يغطي المفصل أو الوتر. ينفتق الغشاء عبره ويشكل كيسا، ويتسرب السائل من المفصل إلى الكيس ويسبب الانتفاخ. عادة ما تكون الكيسات الزلالية مستديرة أو بيضاوية، ويمكن أن تظهر فجأة أو ببطء، ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها، ويمكنها أيضا الظهور مرة أخرى دون سبب. قد يتغير حجمها مع زيادة الضغط على المفصل والراحة. يمكن أن تكون الكيسات صغيرة بحجم حبة البازلاء، ويمكن أن يبلغ قطرها 2.5 سنتيمتر، وبعضها الآخر يمكن أن يكون صغيرا جدا بحيث لا يمكن رؤيته، وتسمى حينها الكيسات الخفية. يمكن أن تكون أيضا طرية أو قاسية القوام، قد تكون مؤلمة وقد لا تكون. يمكن أن تحدث الكيسات على ظهر اليد وتسمى الكيسة المعصمية الظهرية، وهي الأكثر شيوعا. وعندما تحدث على جانب راحة اليد فإنها تسمى الكيسة المعصمية الراحية. الأسباب: لا أحد يعرف بالضبط ما سبب ظهور الكيسات المعصمية. النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، على الرغم من أنها أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما، إلا أنها يمكن أن تشاهد عند الأطفال الصغار أيضا. تميل هذه الكيسات للحدوث بشكل أكبر عند الأشخاص الذين يضغطون بشكل متكرر على معصمهم كلاعبي الجمباز. أنشطة الرسغ أو الأصابع المتكررة قد تزيد من خطر الإصابة. الأشخاص المصابون بالفصال العظمي أو التهاب المفاصل التنكسي أيضا أكثر عرضة للإصابة بالكيسات حول المفاصل. تزيد احتمالية الإصابة في المفاصل أو الأوتار إذا أصيبت برد سابق. رغم أن الغالبية العظمى من الانتفاخات في اليد والمعصم هي عبارة عن كيسات زلالية، إلا أن هناك حالات أخرى لها علاجات مختلفة. يمكن أن تتسبب أنواع من الأورام كالورم الشحمي أو ورم الخلايا العرطلة، أو الحدب الرسغية وهي نتوء عظمي، وحالات أخرى في ظهور كتل في اليد والمعصم. الأعراض: البروز تحت الجلد هو العلامة الرئيسية للكيسات المعصمية. يمكن أن يختلف هذا النتوء في الحجم والشكل، قد تكبر الكيسة بمرور الوقت أو عند استخدام المفصل أكثر. عادة ما تكون الكيسات غير مؤلمة، ولكن إذا ضغطت على العصب حتى لو كانت الكيسة صغيرة جدا بحيث لا تشكل انتفاخ مرئي، فقد تسبب الألم أو الوخز أو التنميل أو ضعف العضلات. التشخيص: سيسأل الطبيب عن القصة المرضية والأعراض، سيسأل متى ظهرت الكيسة، وهل يتغير حجمها، وهل يوجد ألم. يقوم الطبيب عادة بتشخيص الكيسة المعصمية عن طريق الفحص السريري. شكل وموقع الكتلة هي علامات موجهة للكيسة. قد يقوم الطبيب بالضغط على الانتفاخ لمعرفة ما إذا كان مؤلما. يجب ألا تلتصق الكيسة بالجلد، ويجب أن يكون للجلد فوقها لون طبيعي. اختبار سريري واحد لتشخيص الكيسة هو وضع مصدر ضوء كبيل صغير مقابل الكيسة. سوف تضيء الكيسة، يعني أن الضوء سيمر عبر الكيسة مشيرا إلى أنها ليست كتلة صلبة. عادة لا تكون الاستقصاءات الشعاعية ضرورية، لكن بعض الأطباء قد يطلبون الأشعة السينية فقط للتأكد من أن تشريح اليد والمعصم طبيعي. لن تظهر الأشعة السينية الكيسات المعصمية، لكنها قد تظهر مشاكل أخرى كالتهاب مفاصل الرسغ أو الورم العظمي. إذا كان هناك أي شك فيما إذا كان الانتفاخ عبارة عن كيسة أو شيء آخر، فيمكن أن يكون الفحص بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي مفيدا. العلاج: غالبا ما تختفي الكيسات المعصمية دون علاج. إذا لم تسبب الكيسة ألما أو عدم راحة، فالعلاج ليس ضروريا. تخفف الأدوية المضادة لالتهاب التورم وتقلل المستويات الخفيفة من عدم الراحة. توفر الجبائر أو الأربطة الدعم للمفصل وتقيد حركته، مما يقلل التورم والألم. عند المرضى الذين يعانون من أعراض مزعجة، يقترح بذل الكيسة أي شفط السائل منها. ومع ذلك يجب إعلام المريض أن أكثر من نصف الحالات المعالجة بالبذل ستعود للظهور في غضون عام واحد تقريبا، بسبب عدم إزالة جذر الكيسة واتصالها بمحفظة المفصل أو غمد الوتر. تتم محاولة البذل في الكيسات المعصمية الظهرية، بينما تكون الكيسات الراحية صعبة البذل نظرا لقربها من الأوعية والأعصاب الرئيسية.
إذا عادت الكيسة للظهور بسرعة في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع بعد البذل الأول، فمن غير المرجح أن يكون البذل مرة ثانية ناجحاً. أما إذا نكست الكيسة بعد فترة طويلة من زوال الأعراض حوالي العام تقريباً، فقد تجرى محاولة بذل أخرى. لا نصيب حقن الكورتيزون ضمن الكيسة بعد البذل لعدم وجود فائدة إضافية، وهناك خطر محتمل لحدوث الضمور الشحمي تحت الجلد وزوال تصبغ الجلد. يعتقد عموما أن تمزيق الكيسة على ظهر الرسغ باستخدام قطعة صلبة كقطعة نقدية أو كتاب لا يمكن الاعتماد عليه ولا ينصح به كطريقة علاج. من شبه المؤكد أن الكيسة ستعود للظهور، وفي كل مرة يتم تحطيمها يحدث نزيف داخلي وتندب، مما يجعل الخيارات العلاجية الأخرى أكثر صعوبة ويقلل احتمال نجاحها في المستقبل. قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية وإزالة الكيسة إذا لم تستجب الأعراض للعلاج بالطرق الغير جراحية، أو إذا عادت الكيسة للظهور بعد البذل. تتضمن الجراحة إزالة الكيسة بالإضافة إلى استئصال ساقيها وجزرها. قد يتطلب الأمر استئصال جزء من محفظة المفصل أو غمد الوتر لضمان إزالة الجزر. بعد الاستئصال هناك احتمال ضئيل لعودة الكيسة، وإذا لم تتم إزالتها بشكل صحيح فقد تنكس الكيسة بعد الجراحة. ما يقارب 10% من الحالات تنكس بعد الجراحة. قد يكون هناك بعض الألم وعدم الراحة والتورم بعد الجراحة. عادة ما تكون قادرا على استئناف الأنشطة العادية بعد 2 إلى 6 أسابيع من إجراء الجراحة.